عن ورشة لمناقشة الابتكار والاستثمار، ونرجع مع حضراتكم ونواصل أخبارنا وصباحك عندنا. تفضل. النهارده بنتكلم على ثلاث عناصر مهمة. العنصر الأول هو تواصل مع علمائنا المصريين في الخارج من خلال مصريين برعوا شباب، فده بعد مهم جدا. البعد الثاني ان هم بيمثلوا الخبرة اللي موجودة النهاردة في ألمانيا وفي إنجلترا مع أكبر مؤسسات في كامبريدج وأكسفورد لتبني الموضوع اللي هو في غاية في الأهمية، وهو ريادة الأعمال، نشر فكرة ريادة الأعمال والصناعات الصغيرة، الحضانات، كيفية الاستفادة بالأفكار والإبداعات في مراحلها الأولى في المراحل الجامعية، وإنشاء ما يسمى الستارت أبس اللي هي الشركات الناشئة، التعرف على التجربة البريطانية المتميزة جدا في هذا المجال بيتم النهاردة من خلال علماء مصريين شباب في الخارج. أنا أعتقد أن النهاردة هنعرض الانيشيتيفز أو المبادرات المصرية، وهنسمع منهم الرؤية اللي مش مجرد بيعرضوها لنا، ولكن هيشاركونا في تنفيذها، وهيقدموا مبادرات لتقديم دعم مالي كبير لعدد كبير من الشركات الناشئة اللي هتطلع بأفكار المصريين. إحنا عايزين قلنا نعمل حاجة بلاتفورم ان احنا نساعد نطلع افكار من الجامعات نترجمها ونساعد ان هم يكونوا شركات من الافكار دي، ومن ناحية تانية ان احنا نعمل على مستوى عالمي شبكة زي Global Scientific Network ان احنا ندي access لكل graduate student دكتور طالب ان هو يخش يتعلم عن طريقنا، ان احنا هنحط الديفيشنز دي في الجامعات ان هو يتعلم ازاي يبقى انتربرينور، ازاي يبني شركة، ازاي يكون تيم. النموذج بيتصادف ان احنا نقدم طفرة جديدة في مجال الابحاث، بدل ما معظم الباحثين الاكاديميين بيركزوا اكتر ان هم بينشروا، ودي حاجة طبعا ممتازة، بس اللي احنا بنحاول نعمله اكتر ان احنا نقدم منتج طبي في خلال فترة قصيرة جدا بسعر قليل يفيد فئة كبيرة من المجتمع، واللي انا شايف ان هو هيبقى مهم جدا دلوقتي في الوقت الحالي في مصر، واللي احنا بنحاول ان احنا نأسسه دلوقتي ان احنا ندي فرصة للباحث المصري، وخاصة الباحث المصري صغير السن، ان هو يقدر يحول الابحاث بتاعته لمنتج مش يقدر ينافس بيها بس في السوق المصري، لا يقدر ينافس بيها في السوق العالمي.